انا هشوف حاجه ناكلها وانا هستكشف الجزيره، لا يكون في خطر ولا حاجه. انا هحاول اصلح اللاسلكي بس موعدكش، اصلي نسيت العده في المطار الصبح، بس ممكن اكتب كلمه هيلب بالحجاره تتشافي وعلى طول. حلو، وانا بقى هستريح شويه كده لغايه ما تنجزوا. انا اعصابي يا جماعه تعبت وانا بهبط بالفرير. يا صلاه النبي. لا يا حبيبي، القائد بيبقى اول واحد يشتغل مع الناس، انت حاول تولع نار. ماشي الكلام، يلا كل واحد بقى يشوف مهمته ايه ونتقابل هنا بعد ساعتين. يا عزوز مش انا يا ليلى ولا ابن اسمتها وكميله. يا عزوز، والنبي لقلي له شويه سمك بحبه زيت في تسمن الفريره، ايه يرم بدنه. والنبي عزوزي حبيبه مقت. يفرق ايه عني انا عزوز ده؟ مش فاهم مين يعني ربنا مديله حتى لما نقع على جزيرة يفطروه برضه هو القائد، مع انه عيل ملوش لازمة. مش عارف اولع نار ازاي، بس انا شفت الاستاذ توم هانكس عمل القوس ده بس مش فاكر استخدمه ازاي. هو كان باين كده كان بينشن على حاجة بطريقة معينة، مش فاكر بصراحة كويسين يا جماعه؟ سمعتوا صوت الطبله دي؟ سمعناه. ده ايه الصوت ده؟ انا لو اللي في دماغي صح يبقى ضعنا. عزوز يا ابني، انت دماغك عاده بتبقى فاضيه ما فيهاش حاجه. ايه المهم؟ عملت ايه يا عم سيد؟ اهو يا سيدي، قطعه فنيه، مع تحياتي عم سيد. ايه ده عم سيد؟ ده انا شايفها بالعافيه من هنا. وايه ده؟ هلب هلب بالاي يا عم سيد؟ انت ضيعتنا تاني. هو ده الصوت، انا خايف. يا ناس اسمعوني بقى، دول اكيد اكلي لحوم البشر وهيمسكونا وهيذبحوا حد مننا كقربان. يعني انا شفت الكلام ده في كذا فيلم قبل كده. الحمد لله اكلي لحوم بشر. ده على اساس انك ايه يعني يا نعناع؟ ها؟ وهيذبحوا حد مننا قربان؟ يعني ايه؟ يعني احنا غالبا في افريقيا ودول قبائل اكلي لحوم البشر وهياخدوا واحد مننا ياكلوه. ايه يعني اللي ما فهمتوه؟ لا يا حبيبي انا مش هتاكل، مش انت القائد؟ ياكلوك انت. ياكلوا مين يا جدع انت؟ عزوزي ما حدش ياكله. لا انا بس اللي اكله، قصدي ما ينفعش ياكلوه، ده هو القائد. ان كان ولا بد ياكلوا عم سيد حتى يرمي معاهم لحم. لحم ايه اللي هرميه مقصوفة الرقبة انت؟ عزوزي يا ابني خليهم ياخدوا نعناع. لا يا حبيبي، اذا كان كده بقى نعمل انتخابات ونشوف مين اللي هيتاكل. انا رايي القائد هو اللي يتاكل. اشمعنى دي ما بتتخانقوش عليها؟ بتسلموني على طول. عزوز يا ابني كان شرف ليا العمل تحت قيادتك. سلامة يا كابتن، مش هننساك ابدا. انا ونعنوع هنسمي اول واد على اسمك عزوز. اتلم يا هيثم، انا هفضل مخلصة الذكرى. مع السلامة يا عزوز. مع السلامة. ايه ده يا جماعة؟ دي مزيكة مهرجانات. يا سلام، مهرجان أكل لحوم البشر. إيه الحلاوة دي؟ إيه الطعامة دي؟ قبيلة فنية جدا. السلام عليكم يا رجالة، حد عاوز توصيلة؟ أنا رايح الكتكات. إيه ده، هو حضرتك في كتكات في أفريقيا؟ إيه؟ طبعا يا بيما، الوراق في أفريقيا وإحنا كلنا كده في أفريقيا. الوراق؟ يا بهوان، جزيرة الوراق.
الناس في افريقيا، افريقيا البلد، وراء 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 نفرين، وراء واربعه افريقيا، اربعه كرسي اللي ورا.